حسن طبعا مصطفى. لا دي كانت اللي فتحت السكه بقى. سعيد يا دكتور حسن، لما دلوقتي حضرتك رئيس الاتحاد الدولي واصبحت كره اليد من اكتر اللعب شعبيه في العالم دلوقتي وانتشارها في كل بلدان العالم. انا عشان اقول لحضرتك انا حاجه باكد على الكلام اللي حضرتك بتقوله يا كابتن اسامه، ان هو احنا في الدوره الاولمبيه اللي كانت في ريو، ريو بعديها طوكيو ما كانش فيه جمهور. كان عشان في ريو وقتها. عشان كوفيد. في ريو احنا طلعنا المركز الثاني في عدد المشاهدين في الملعب بعد كره القدم. كره القدم طبعا في البرازيل زي ما سيادتك عارف الراجل بتاع كره فاللي انا عايز اقوله ان احنا الحمد لله يعني عملنا يعني زودنا ايرادات الاتحاد الدولي مثلا نقول مش اقل من 20-30 مره زياده. زودنا عدد اعضاء الاتحاد الدولي دلوقتي، انا لما جيت كان اعتقد 128 اتحاد، دلوقتي احنا 209 اتحاد. زادت عدد الاتحادات الحركة التلفزيون يعني اعتقد من 2.5-3 مليار بيتفرجوا على كرة اليد. فدي حاجات عملنا ريكورد كويس الحمد لله والناس كلها مبسوطة. وبالتالي طبعا زي ما بقول لحضرتك لما كنت في فيينا وقالوا لي لا احنا في الحقيقة كنا غلطانين في الفترة الأولانية بتاعنا، لأن هو طبعا اللي أنا عايز أقوله حاجة مهمة جدا ودي نفعتني. اللي هو وأنا بلعب كنت حكم، وبعدين بعد ما خلصت اللعب مدرب. مدرب في النادي طبعا في النادي الأهلي. وبعدين وأنا بلعب قدمت إن أنا بحكم دولي فنجحت، بقيت مدرب دولي مسكت المنتخب يعني قعدت في المنتخب كلها خبرات كبيره طبعا. في مشوار حضرتك حتى دي بتساعدك في ان لما بتيجي بتتكلم مع حكم يعني مثلا. احد المرات انا باستمرار قبل اي بطوله من بطولات العالم بقعد مع الحكام، يعني مثلا مش اقل من 75-80% من قانون الرياضه قانون كره اليد قانون اللعبه يعني انا اللي بقدم اقتراحات بتعديله عشان تبقى اللعبه اكثر جاذبيه. وده اللي خدم دكتور حسن مصطفى انه عاش مهنه كره اليد من كل جوانبها. لاعب وحكم ومدرب ورئيس الاتحاد المصري رئيس الاتحاد الدولي. وبعدين اللي انا عايز اقوله حاجه مهمه وهو ان هو اللي بقول لحضرتك كنا بقعد مع الحكام قبل اللي ما يبدا كاس العالم. فأحد بتكلم على موضوعات معينة خلي بالكم من دي وخلي بالكم من دي وبتاع. فأحد الحكام أعتقد من الدنمارك قال يا سيادة الرئيس هو أنت كنت حكم؟ قلت له أنا كنت حكم لما كنت أنت في كيندر جاردن يعني في الحضانة، واخد بال حضرتك إزاي؟ فطبعا اللي أنا عايز أقوله إن إحنا الحمد لله يعني لما بتقعد مع الناس بتقنعهم وانت عندك الباك جراوند ان انت اساسا كنت مدرب كنت لاعب وكنت حكم فدي بتساعد طبعا. حدث مهم يا دكتور حسن هو تنظيم مصر لبطوله العالم 2021 في ظل التحديات الكبيره قبل كده.